من هذه القطعة الرهيبة حتكون بداية جولتنا لليوم. إيش رأيكم الجديدة من قطع السكريات اللي وفرناها لكم بالقسم؟ تجيكم بشكل الطير وباللون الذهبي، تقدروا تستخدموها لحفظ الإكسسوارات، حسيتها مرة حتجي فخمة وحلوة بنفس الوقت، وتقدروا تقدموا فيها قطع الشوكولات أو حتى التمر. راح تاخذوها الحجم الصغير بقيمة 5.75 ريال هللة يا بلاش. ومن أروع قطع التقديم اللي ممكن تكون عندك، عندكم شعار الحلويات القزاز اللي وفرناه لكم بأكثر من شكل مختلف. شوفوا معايا أول شكل وشوفوا معايا الشكل الثاني، وكلها تجيكم بقاعدة حلوة لتقديم الفواكه، ورح تاخذوا بقيمة 11 ريال. شوفوا جمال تشكيلتنا اللي مبدعي لكم فيها بالتفاصيل وتصاميمها الحلوة من شعار الحلويات الإكريليك بأكثر من شكل مختلف، تجيكم بأحجام متفاوتة تقديمات مختلفة، حتى اللي حابين يقدموا الحلا أو الكيك. شوفوا معايا هذا الشكل قد إيش رهيب. أو إضافات الديكور الحلوة في غرف أطفالكم إحنا دائما بنوفرها لكم، بنميزكم بأحلى الأشكال زي مفرش الأرضيات اللي يجيكم بهذا الشكل. الحلو فيه إنه حتى لو تكبت ماية ما رح ينعدم معاكم، متوفر بأكثر من رسومات مختلفة رح يتسلوا وينبسطوا فيها الأطفال. حتاخذوها بهذا الحجم الوسط بقيمة 5.75 ريال. شوفوا معايا من أسفل المفرش كيف بيجيكم بهذا الشكل، يعني جدا رهيب وجودة ممتازة والسعر يا بلاش. نلبي جميع احتياجاتكم المختلفة، حتى الأحذية الصيفية المريحة الفلات بتلاقوها متوفرة عندنا. شوفوا جمال الألوان قد إيش حلوة ولطيفة، وغير عن كذا حابة تاخذيها لك أو حتى لأطفالك متوفر عدة مقاسات ما بين 36 ل 41، حتاخذوها ب 11.50 ريال. وهنا الجمال والمديرات الحلوة اللي راح تحتاري وانت بتختاري فيها الفلاتات النسائية لكم يا جميلات، موفرينها بأكثر من لون وشكل مختلف ما بين الكراهات ما بين الفينكا. شوفوا جمال اللون هذا مع فستان صيف في الاستراحة أو حتى في البيت، ولا غلطة الأشكال. راح تاخذوها بمقاسات مختلفة بقيمة 11.50 ريال. جديدا اللي راح يفرحوا فيه اطفالكم من قسم الالعاب مسدس الفقاعات اللي وفرناه لكم، جدا جميل ونفس الوقت يونس. وكمان اذا حابين تاخذوا نوع من انواع الفعاليات لجمعاتكم راح تنبسطوا فيه، يجيكم مزود بالصابون والمسدس بهذا الشكل متوفر منه لونين، وراح تاخذوه ب 5.75 ريال. طبعا بيشتغل معاكم بالبطاريه ما بيتفوت، الكميه محدوده الحقوا عليها. من جديد الألعاب اللي موفرينها لكم بالقسم، عندكم هذه الشنطة الكاملة تجيكم مكونة من 23 قطعة من المكياج للبنوتات وبهذا الشكل الحلو، حتاخذوها ب 11.50 ريال يا بلاش. دلع عالمكم اليوم من قسم الألعاب غير رشاشات الموية الكبيرة صارت متوفرة بهذا الشكل بقيمة 11.50 ريال، وحتاخذ الصغيرة ب 5.75 ريال ومتوفر كذا الشكل. الروائح المنعشة والروائح الجميلة اللي راح تنبسطوا فيها، موفري لكم شاور الاستحمام بأكثر من رائحة مختلفة وعبوة توفيرية جدا حلوة ومناسبة وبتكفيكم المدة طويلة. راح تاخذوها بقيمة 11.50 ريال ما بين اللي بتجيكم بروائح الفواكه أو الروائح المنعشة الثانية. من
منتجات العناية الشهرك احنا موفرين لكم حمام الزيت بالانواع الرهيبة هذه، ما احكي لكم قد ايش حلوة، شفتها في النت، وغير عن كذا كمان تعطيكم لمعان وتعتني بالشعر التالف وتغذية كاملة، تعتبر عبواتها جدا حلوة وتوفيرية. حتى أصحاب المشاغل اللي حابين تستفيدوا راح تاخذوا القطعة بخمسة ريال وخمسة وسبعين هللة وجربوا هذا النوع بالذات. أنواع الكريمات اللي جدا ممتازة وأنصحكم أنكم تاخذوها بدون تردد، عندكم كريم حمام الزيت هذا بأكثر من نوع موفرينه لكم عندنا، وغير عن كذا برضو الفوائد حقته كثيرة ومختلفة، وراح تاخذوا العبوة ب 11 ريال ونص. شوفوا ما بين الفواكه، ما بين اللافندر، في الثوم، أنتوا والخيارات المختلفة. قشر الرز لتصبغات الجسم خليه من ضمن جدول عنايتك ولا تفوتيه، حتاخذ العبوة بقيمة 11 ريال ونص يا بلاش. مقشرات الجسم والبشرة بتلاقوها بخيارات متنوعة ومختلفة بقسم العناية بعالمكم. شوفوا معايا هذا يجيكم بالقهوة، جربوه لليدين جدا حلو، بالإضافة للنوعين الثانية، وحتاخذ العبوة ب 11 ريال ونص. كريمات الترطيب الحلوة اللي موفرينها لكم بأنواعها المختلفة اللي للجسم وللبشرة، تقدر تشيلوها معاكم في الشنطة أيضا. شوفوا حجمها قد إيش حلو، بقيمة 5 ريال و75 هلل للقطعة. وبهذا القسم أقدر أقول لكم إن السعر التوفيري والمنافس اللي راح تلاقوه على الشامبوات اللي موفرينها لكم بأنواع مختلفة وجميعها الأصلية ما حتلاقوها بهذه القيمة في مكان ثاني. كل الأنواع اللي بتخطر على بالكم الأصلية موفرينها من الشركة الأم، وراح تاخذوا العبوة ب 11 ريال ونص. تعالوا أعرض لكم بعض الأنواع اللي متوفرة. أكثر أنواع المجموعات العناية للشعر اللي جاء عليها مدح من عملائنا وكثير انبسطوا منها عندكم هذه المجموعة والمجموعة الثانية ما بين الشامبو والبلسم، حتاخذ القطعة بقيمة 11 ريال ونص، وبيعتني بالشعر التالف وبيغذيه وبنفس الوقت بيعطي لمعان. أميرة برضو. لحظة، ايه؟ ايوة انا الاميرة فانيليانا فون حلوة من شوجر رش عائلة فون حلوة. عرضنا الرهيب الفنان على العسل اللي عرضته لكم قبل ما زال متوفر للآن، وتوفرت كمان النكهات ثانية، حتاخذوا بالعبوة 10 ملاعق عسل. شوفوا معايا السعر قبل وشوفوا معايا السعر الحين.